ننتقل إلى هذا الهاتف، حيث ينضم إلينا الآن دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، برحب بيك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. والحقيقة سأبدأ معك من فكرة توضيح دكتور مصطفى مدبولي أن هناك مؤشرات إيجابية من المؤسسات الاقتصادية العالمية خاصة بالاقتصاد المصري أو صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الأزمة العالمية الراهنة. ما هي المؤشرات والدلائل التي أدت إلى هذه الشهادات وهذه الطمأنة أيضا أو هذا الاطمئنان من المؤسسات العالمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول يعني يمكن هناك عديد من الشهادات الدولية الإيجابية في حق الاقتصاد المصري، جزء منها كان مرتبط بالتصنيف الائتماني والقضايا الائتمانية للاقتصاد المصري، وده واضح جدا من استقرار التثبيت للتصنيف الائتماني. ويمكن عشان نوضح اكثر الجزئيه ديت، يمكن معالي رئيس الوزراء كان تحدث عن جزء مرتبط بالهوت ماني او الاموال الساخنه، وازاي ان حصل تخارب لاكثر من حوالي 20 مليار دولار خلال فتره قليله الماضيه، وازاي ان الدوله كان عندها اصرار كبير جدا ان هي تلبي رغبات بعض المستثمرين في عمليات التخارب. وده نقطة مهمة جدا، بمعنى ان دايما سؤال كتير من المستثمرين الاجانب سواء حتى كانت استثمارات مباشرة او غير مباشرة دايما عن عمليات التخارب قبل حتى عمليات الدخول لاي اقتصاد، وازاي ان الدولة بتأكد انها عندها من القدرة وعندها من الالتزام ان هي في حالة رغبة اي مستثمر اجنبي في عمليات التخارج ان هي قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها ليه. وده اللي حصل بالفعل مع حتى عمليات التخارج ومع كمان استقرار للاحتياطي الاجنبي بالرغم من عمليات التخارج الكبيرة جدا. ده كله اكيد انعكس على الوضع الائتماني للاقتصاد المصري والتوقعات الإيجابية بشأن القضاء الائتمانية للاقتصاد المصري. جزء آخر مرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي إن هي يحصل فيها نوع من أنواع التحسن، وده يمكن جاي مع تراجع كبير جدا في معدلات النمو الاقتصادي عالميا، وده كانت نقطة برضه مهمة جدا، دليل على إن الدولة مستمرة في مشروعاتها وإنتاجها، وإزاي إن هي كمان بتدي مساحة كبيرة جدا للقطاع الخاص إن هو يبقى موجود بقوة. وده يمكن كمان كان واضح خلال المؤتمر في عديد من النقاط المهمة اللي تم التأكيد عليها. يعني خلينا نعم، وعلى ذكر القطاع الخاص دكتور علي، يعني في البداية حضرتك تحدثت عن الهوت ماني كما يقال عنها، وأن كان دائما هناك طمأنة لأصحاب رؤوس الأموال على هذه الأموال وكيفية التخارج حتى قبل الدخول. ونحن نتحدث أيضا عن أن الدولة الآن تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30 إلى 65%، وكمان الحديث عن الرخصة الذهبية. إلى أي مدى هذا مؤثر على مناخ الاستثمار في مصر؟ كان مهم جدا ان الدولة بعد ما اكدت في عديد من التصريحات بداية طبعا من فخامة رئيس الجمهورية لغاية الحكومة اللي كلها بتأكد على ملف ده، ان يكون هناك آلية واضحة وخطوات واضحة لدخول وزيادة نسبة القطاع الخاص. ومن هنا كان هناك نقاط مهمة جدا، جزء منها وثيقة ملكية الدولة، وازاي ان معالي رئيس الوزراء كان بيؤكد على ان هناك عديد من المشروعات والقطاعات اللي هتبتدي الحكومة تتخارج منها على ان يحل محلها القطاع الخاص. جزء تاني مرتبط بسوق الاوائل المالية والبورصة، وازاي ان كمان يتم تقديم عديد من الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، وده هيدي مساحة للافراد لعملية الاستتاب في هذه المشروعات. ازاي كمان ان الدولة ابتدت ان هي كمان تتحرك على ملفات كانت خلينا نقول بتمثل معوقات لدى القطاع الخاص، سواء جزء مرتبط بحل المنازعات، وازاي ان فخامة رئيس الوزراء اكد على ان هناك وحدة هو المشرف عليها بشكل مباشر خاصة بحل كافة المنازعات اللي بيواجهها المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب. جزء اخر مرتبط بملفات زي الاراضي الصناعيه والحوافز اللي بيتم تقديمها للمستثمرين، دي كلها كانت نقاط تم التاكيد عليها. ومن هنا ده بياكد على ازاي ان الدوله
بتقدم ايديها للقطاع الخاص وبتحاول ان هي ترفع من نسبه مساهمته داخل الاقتصاد المصري. هربط الموضوع دوت بحديث فخامه رئيس الجمهوريه في افطار الاسر المصريه عندما اعلن عن استثمارات بحوالي 10 مليار دولار لمده 4 سنوات، نتحدث عن اجمالي 40 مليار دولار كاستثمارات مشتركه ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص، وبالتالي ده كله بيأكد على ان الدوله بتدي مساحه اكبر للقطاع الخاص وللاستثمار في عديد من القطاعات اللي ممكن تكون كمان جاذبه للاستثمار. دكتور علي، المشروعات القومية كانت حتمية، وربما هذه كانت أحد تصريحات دكتور مصطفى مدبولي خلال هذا المؤتمر، وربما كان هذا ردا على العديد من الانتقادات أو التساؤلات الخاصة بفكرة المشروعات القومية التي تحدث على مدار السنوات الماضية. كيف من الممكن أن تكون هذه المشروعات مؤثرة وضرورية، وأيضا سنلمس أثارها الإيجابية خلال السنوات القادمة في ظل هذه الأزمات التي تحدث في العالم؟ المشروعات القومية يعني قدرت طبعا الفترة الماضية طبقا لتصريحات رئيس الوزراء ان هي تقدم اكثر من حوالي 5 مليون فرصة عمل. صحيح. بجانب كمان ان هذه المشروعات كانت متنوعة ما بين كافة القطاعات، يعني من الظلم ان احنا نقتصر المشروعات القومية في مشروعات الطرق والمواصلات فقط، ولكن هي كانت مشروعات متنوعة ما بين قطاع الزراعة والصناعة ومشروعات مرتبطة بقطاع الطاقة والبنية التحتية، فبالتالي عملية التنوع ديت قدرت ان هي في مجملها تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، قدرت ان هي كمان المشروعات دي ما كانتش بتقوم بيها الحكومة وحدها ولكن بالتعاون مع القطاع الخاص وعديد من الشركات المصرية الخاصة اللي كانت بتدخل في تعاون مع الحكومة لإقامة هذه المشروعات. وكمان النقطة الثالثة ان في فترات سابقة كان الوضع بالنسبة للاقتصاد المصري اللي كان بيقوم بعديد من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تحديات كبيرة جدا ما كانش لدى البعض في القطاع الخاص الشجاعة الكاملة ان هو يدخل ويستثمر استثمارات طويلة الاجل او مشروعات ضخمة، فعشان كده كان لازم الدولة تبدأ بمشروعاتها القومية تقدر ان هي تهيئ مناخ الاستثمار، ودلوقتي احنا بنشوف ازاي ان الدولة تبتدي ان هي تعمل نوع من انواع التخارج، وكمان مش عملية تخرج غير مدروسة، ولكن احنا يمكن شفنا وسمعنا ازاي ان فخامة رئيس الوزراء اكد على ان احنا بندرس تجارب العالم كله بحيث ان احنا نشوف ايه القطاعات والمشروعات اللي ممكن ان احنا نتخرج منها كحكومة، وايه المشروعات الثانية اللي لابد ان تستمر تحت مظلة الحكومة وإدارتها، فبالتالي هي عملية كمان مدروسة بحيث إن احنا نعظم الاستفادة بشكل كبير في التعاون ما بين الحكومة وبين القطاع الخاص، لكن تظل المشروعات القومية هي كانت مشروعات لها دور مهم جدا داخل الاقتصاد المصري، لا أحد ينكر ذلك. في وقت تداعيات كورونا لما العالم كله كان بيغلق والقطاع الخاص كان بيغلق مصانعه، كانت المشروعات القومية مستمرة وكان إنتاجها مستمر وكانت الوظائف فيها مستمرة، لم يتم تسريح أحد العاملين، فدي كلها نقاط مضيئة يعني ما نقدرش ان احنا نغفلها وما نقدرش ان احنا ننساها. وفي السنوات الأخيرة أيضا دكتور علي، مما لا شك فيه ان ترتيب الأوراق والملفات والخطط أصبح واضحا، ويعني الخطة أصبحت معروفة وموضوعة ولا خطأ فيها، ربما ذلك أيضا كان واضحا من خلال الأسئلة المختلفة من قبل الصحفيين التي كانت تدل على القلق الذي هو موجود في العالم كله من الناحية الاقتصادية وردود أفعال الوزراء والإجابات على هذه الأسئلة. أكيد إحنا شفنا يمكن كان في هناك تساؤلات كتيرة جدا، يمكن أنا بشوف إن الجزء المتعلق كمان بالقمح ده كان يمكن من الملفات اللي تم إطلاقها، واللي يمكن شفنا الحكومة كانت بتؤكد على إن هناك خطة للوصول لحوالي 65% كاكتفاء ذاتي، وإن 35%. دكتور علي اسمح لي أني أستوقف حضرتك في نقطة القمح تحديدا، لأن يمكن رد الدكتور علي مصلحي تحديدا في هذه النقطة كان رد ربما يكون مطمئنا بشكل كبير عما نراه في كافة دول العالم، يعني عندما سئل عن استيراد القمح قال نحن لسنا في حاجة إليه في هذا التوقيت، وهذا رد ربما يعني دول كثيرة من دول العالم تفتقد في هذا التوقيت.
بالضبط. انا بتفق مع حضرتك تماما. يمكن حتى السيد وزير التموين اكد على هذا الامر. احنا بنتحدث عن خطه الدوله عموما في عمليه الانتاج والاستيراد. احنا ما نتحرك عليه للوصول لحوالي 65%، ويتبقى لدينا 35%. ويمكن حتى السيد وزير التموين اكد على احتياج مصر اكيد للقمح في الفتره القادمه، لكن مش هذا العام. احنا يمكن احتياجاتنا بالنسبه للعام الحالي بجانب طبعا ما يتم تزويده محليا يغطي احتياجاتنا، لكن احنا بنتحدث بالنسبه للفترات القادمه وازاي ان هناك اسواق عديده تم الاتفاق معها بالفعل، وان لا توجد اي مشكله بالنسبه لعمليه تزويد القمح للاقتصاد المصري والدوله المصريه. وهنا كانت نقطه مهمه جدا، لان طبعا بترد على كثير من الاشاعات، بجانب طبعا الجزء كان خرج ب او المتمثل في وقف تصدير القمح من جانب الهند، واللي يمكن حتى تم توضيح هذا الامر واستثناء مصر من هذا القرار. وبالتالي كان مهم جدا ان يتم عرض هذه الامور، لان طبعا احنا شفنا الفتره اللي فاتت كان هناك كثير من اللغط والاحاديث الغير صحيحه عن ملف القمح وملف الاقتصاد المصري، لكن طبعا تاكيدات الحكومه اليوم كانت مهمه جدا للمواطن قبل حتى ما يكون للمستثمر، لان يمكن حتى المستثمر بيبقى لديه خلفيه اقتصاديه او درايه بكثير من الامور، لكن مش كل المواطنين بيكون عندهم التفاصيل، لان هو بيستمد بعض معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي اللي في اغلبها بتكون معلومات مضلله. لكن فكره ان يكون عندنا مؤتمر بالارقام بمنتهى الشفافيه بالتوضيح بوجود المسؤولين ممثلين من وسائل الاعلام، اكيد ده كان مهم جدا ان يتم الرد على كافه التساؤلات. واحنا كمان شفنا يمكن معالي رئيس الوزراء تحدث بمنتهى الشفافيه ان هناك ازمه على مستوى العالم، هناك تاثيرات سلبيه على الاقتصاد المصري، سواء على مستوى المديونيه، على مستوى محددات التضخم وغيرها من النقاط الاخرى. ولكن تم التاكيد على نقطه مهمه جدا مرتبطه بفقه الاولويات، ازاي ان احنا هنرتب اولوياتنا في المشروعات القائمه ان هي يتم الاستمرار فيها. بالنسبه للمشروعات الجديده هنبتدي ننظر اليها مره اخرى، ونبتدي ان احنا نشوف ما نحتاجه في الوقت الراهن، لان احنا واضحين امامنا السيناريو الأسوأ على امل ان لا يحدث. نعم دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك.